ايه؟ كابتن سيد انا معاك. بيقول ان انت مولود في نفس اليوم بتاع كابتن سيد. لا لا، هو اللي مولود في نفس اليوم بتاعي. اوه لا، كده هنختلف، احنا كده هنختلف. كابتن سيد، كابتن سيد، كابتن اسامه عرابي وكابتن وليد طبعا وكابتن سمير كمونه بيقولوا لك الف مبروك. الله يبارك، تحياتي طبعا ليك والكابتن اسامه وكابتن سمير وكابتن وليد. الف مبروك كابتن سيد، الف مبروك عقبال النجم ان شاء الله. للرجاء والنجم ان شاء الله. انتوا بتجيب الاعصاب دي من فين؟ انا ولا بتكلم علي؟ بكلم عليك. اعمل ايه بقى؟ المولودين على كل مول واحد، انا 17 يقول لي برج العرب. يقول لي يا ساتر يا رب. يعني كابتن سيد الف مبروك. مباراة كانت حلوة قوي من جانب النادي الأهلي في معظم الفترات. نادي الاتحاد برضو خصم لا يستهان به، عنده دوافع. النهاردة كان رئيس نادي جديد وأكيد حضرتك كنت عارف، فأكيد كانت في دوافع ليه كبيرة، لكن النادي الأهلي يعني خلص المباراة بأقل إمكانياته. بص، الحمد لله دايما احنا بنحاول نعمل الضغط على المنافس، ما بنحبش يبقى الضغط عليه، بنحاول نحول الضغط ده، لكن احنا كمان داخلين المرحلة اللي احنا فيها واحنا عارفين كويس قوي عايزين منها ايه. انا عايز اقول لك، يمكن من الاحصائيات، انت عارف ان ده الموسم السادس الثلاث سنين قبل كده ما كسبناش الاتحاد على 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 ارضنا. بنكسبه باستمرار خلاص. فات كاس 2-2 السنه اللي قبلها كان واحد مباراه احنا في العرب اللي قبل 4-1 ايام لا تتذكر، وقتها كان 0-0 ايام الموسم. فانت بتتكلم على حوالي خمس مواسم ولا حاجه هذا على ارضنا، على ارضنا هنا. دي حاجه اللي اقصد ان احنا حبينا ننقل الضغط بدري بدري في الاتحاد، كان عندنا ثلاث اربع فرص في دقيقه كانت ريحت على الشكل ده، لكن هو ده بطل غيابات ومشكله في الاصابات، كان في بطل هشام محمد ابو عبد الله. كابتن سيد، احنا في صعوبه جدا ان احنا سامعينك، يعني ممكن حضرتك تتحرك بالتليفون بس؟ العربيه حضرتك في الاتوبيس؟ اتفضل. طب اتفضل يا كابتن شويه. طب ممكن كابتن اسامه يقول لك تحرك بالاتوبيس شويه؟ اهو اتفضل يا كابتن. كده كويس؟ تمام. كده يعني. طب بقول لك الحمد لله رب العالمين، هدف الاهم الاساسي في اللقاء اتحقق الحمد لله. تمام. يعني كابتن سيد، يعني انا مش عايز افتح الموضوع او اكبره بصراحه، لكن كل يعني وسائل الاعلام بصراحه اتكلموا فيه، يعني حتى في القناه اتكلموا فيه، مشكله كابتن عماد متعب مع كابتن حسام البدري. كل اللي عندك دول ده مش عارف الاهلي او هو سيد قاصد ولا كل ما يجي يتكلم في حاجه مهمه كده الناس مش هتسمع اصلا كمان. طب كابتن سيد، احنا ممكن نكلم حضرتك تاني؟ لو سمحتوا يا جماعه نتكلم كابتن سيد تاني، لان موضوع لازم يعني نوضحه من خلال قناه الاهلي، لان احنا اكيد هنوضح الاحداث على لسان كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني حاولوا تجيبوه لنا تاني بسرعه جدا. كنا بنتكلم على هدف ايجايي، بس عايز اقول حاجه في الفرص دي، القرار يعني لو جبت الفرصه بتاعت ايجايي اللي بعديها هي فرصه ضاعت. كره حمودي، اللي حمودي عملها بدماغه في العارضه وردت لاجايه. القرار حتى لو الكره ضاعت، المهم ان يكون القرار صح. في الفرصه الاولى اجايه حط الكره على ثلاث مرات، سندها وبعدين سندها ثاني وبعدين حطها ببوز الجزمه في المرمى، هدف جميل على ثلاث لمسات. تمام. الفرصه اللي بقول لك عليها اللي هيعملها صالح جمعه بالعرض من ناحيه الشمال، هي دي. ايوه هي دي. بص يعني ادي صالح عملها على فكره كويس قوي، وصالح طب كابتن كان سيد جنة تاني. طيب كابتن سيد اهلا بيك. كده سلام. تمام زي الفل، اتفضل يا كابتن. تمام. خليني اقول لك ان كل النجوم اللي عندك عارفين كويس قوي اساس النادي الاهلي، وعارفين كويس قوي اسره بيمشي على النادي الاهلي. اكيد بيمشي على النادي الاهلي. اوكي اكيد. فبالتالي يعني ما فيهاش نوع من تزويل الكلام او تغيير الكلام او تغيير المواقف. هو الحكم زي ما انت شفته كده بالظبط. تمام. يعني المدير الفني بيبقى في حد في الدقيقه 90 في الدقيقه 92 في الدقيقه 93، النتيجه انت مغلوب، النتيجه انت متعادل 2-10، فانت المدير الفني بتنادي اللعيب اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. تمام؟ تمام. يعني انت
كلام كابتن حسام البدري او موقف كابتن حسام البدري كان في لحظتها يعني نادي الاعمال، وبعد كده غير الموضوع باكرم توفيق. فالموضوع في لحظتها انتهى. هل كان له تبعيات بقى بعد الموقف على طول؟ هل عماد قال حاجه بعد الموقف؟ هل حصل حاجه في الاوضه؟ هل ده محتاج كده خالص؟ اي حاجه حصلت اطلاقا؟ هتقول لي طب ايه السبب في التغيير؟ هقول لك ده رايي، ده راي مدير فني وراي المسؤول بالنسبه لنا او المدير الفني اللي بالنسبه لنا الاساس ان هو ماشي عليه. يعني انت النهارده ممكن انا كمدير فني ببقى عايزك تيجي بسرعه، عايزك تيجي في لحظتها، يعني مديرك تيجي بسرعه، عايز اديك تعليمات بسرعه، عايز انطباعك عن تركتك بشكل معين، اغير وجهه نظري في لحظه بتغيير واحد ثاني على حسب الحاجات الفنيه او اختيار الفني او انطباعي على على كلامي معاك. طب انت هتقول لي الموقف ده ليه اصلا؟ اقول لك عشان الخطوط العريضه اللي انت بتتكلموا عليها او اللي احنا بنتكلم عليها ده هتبقى الاجاب. بس انت تاخد حاجه زي كده انا ما بتاخدهاش عشان الموقف ده، انت بتاخدها عشان ال 25 واحد اللي موجودين في الفرقه، على ال 30 واحد اللي موجودين في الفرقه، على مستقبل النادي في او تكمله الموسى او مستقبل النادي اللي جاي. لكن هل الامر له تبعيات؟ هل الامر فيه كلام او حاجه بتاعت او حاجه بتاعت حسام ده ما حصلش. هو طبعا الكلام هيبقى مهم جدا منك عشان ما حدش يزايد على الموقف. بس لا انا خلي بالك، بس انت دايما بتبقى ماشي على نظام واسس حتى في بيتك، بتحاول تحط نظام كده معين. احنا النادي الاهلي الناس عارف كلها عارفاه، يعني انا متهيألي انت لو خدت موقف يعني غير كده ممكن انت تعترض مثلا او انت اللي تقول او الناس تبدا تبقى في حاله من امرها. لا ده جديد على النادي الاهلي، فانت بتتكلم على اسس ماشيه. وبرضه هرجع اقول الكلام اللي كنت قايله في مداخله ثانيه، يعني لا النتيجه هي اللي بتخليك تغير في اساسك، ولا احتياجك للنتيجه، ولا احتياجك للاعب، ولا احتياجك ولا حتى الوقت اللي جاي وعدم جديه في اللقاء. تمام. لكن هل برضه الحته برضه عشان الناس ما تكبرهاش، هل كان في اعتراض على عدم المشاركه اصلا؟ لا. تمام. دي حاجه انت بتحسن خدها عشان نظام الفرقه واللعيب وباقي الفرقه. كابتن سيد حضرتك سامعني؟ معاك طبعا. يعني برضو تردد برضو، يعني احنا عشان كده انا بكلمك يعني وبنتكلم في قلب الموضوع، وخصوصا طبعا حضرتك مدير كوره، يعني انت اقرب واحد في الموقف وكنت شاهد عين على اللي حصل كله. مفيش حاجه حصلت اكتر من اللي حصل. تعالى لا الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط، لكن طلع ناس اتكلمت. اتفضل. عماد ما قالش لا، عشان بس ما يبقاش فيها. عماد ما قالش لا انا مش نازل. ما قالش انا مش نازل، ما اعترضش هو على مش نازل خالص. ده مهم جدا، وقال لك انا هيبقى فيها عقوبه بالتاكيد. انا هيبقى فيها عقوبه جامده جدا. بس ده اللي انا بكلمك فيه. انطباعي انا مدير كمدير فني، تمام؟ انا انطباعي كمدير فني اتغير في لحظتها بقى. يعني ايا كان الموقف اللي عندنا في الاستاد، هو له الحق في التشكيل الاتجاهي. مفيش مشكله. خلاص خدمه. مفيش مشكله. لكن هل تلفظ عماد مثلا بحاجه؟ ده ما حصلش. ده اللي انا بكلمك فيه بقى. مثلا قال حاجه مش مظبوطه او ده ما حصلش. هل قال لا انا مش حلو تاني او مش جاي تاني او مش عارف؟ ده ما حصلش. تمام؟ والا برضه انت بنفسك انت كمسؤول هتسمع بيها ومش هتخبيها. اكيد 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 اكيد. يعني اللي انا كنت بكلمك فيها النقطه دي يا كابتن سيد، لان قالوا ده كابتن حسام طلب عماد، وعماد قال لا انا الوقت مش عارف ايه، وقلع القميص ومش عارف عمل ايه، وبعد كده النادي الاهلي هيصعد المشكله المهندس محمود طاهر، وفعلا اتخذ ضده اجراءات. انا كل ده خلي بالك في الخمس دقائق اللي احنا طلعناهم بعد المباراه. لا زي ما قلت لك، الموقف زي ما مصر كلها شافته بالظبط، زي ما يعني كان يعني موقف وعدى. وضح هو الموقف كابتن حسام. عكس الكلام اللي اتقال. انطباعه على التغيير غيره في لحظه. بالظبط. هل ده مش حق من حق كابتن حسام؟ لا حق مفيش مشكله. طب هل له تبعيات ثانيه؟ مفيش تبعيات. طب هتقول لي مثلا يعني ايه؟ يعني الموقف ده كابتن حسام غير وجهه نظره ليه؟ بقول لك مش ده يسال فيها كابتن حسام، لان في اساس اصلا. يعني هو في اساس، هو كابتن حسام غير وجهه نظره ليه؟ او غير قراره ليه؟ او غير يعني التغيير ليه؟ لان في اساس انت ماشي عليه، في اساس عندك انت لما بتيجي تاخد موقف ما بتاخدوش النهارده يا جماعه عشان النهارده. اكيد يا كابتن اكيد، عشان المجموعه كلها وعشان الايام اللي جايه. اكيد. هو بس اللي خلى الناس تزايد على الكلام ان الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي قال ان في خطوط وكل الناس عارفاها، ويعني كان بيتكلم بالظبط. بالظبط. وقال ما فيش مجال للعاطفه، فعشان كده الناس بدات يعني تقول كلام شويه او تزايد على الكلام شويه. ده في عقوبات على الكابتن عماد متعب، لكن حضرتك بتنفي كل الكلام ده. انا يعني بقول لك الموقف اللي حصل ده بالظبط تبعياته كانت حاجه تانية. يعني هل في مثلا صدر من لعبات حاجه او كان حسام بدري قال لي حاجه او لا 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 ما حصلش، والا كنا هنقولها برضه. يعني هنخبيها ليه؟ يعني انا هنخبيها ليه؟ انا عشان كده انا بقى على لسانك قدام الجماهير كلها. لا لا، موقف بالنسبه لنا زي ما مصر كلها شافته، مدير فني بينادي على لعيب
وبعد كده غير رايه في لعيب اخر. وجهه نظر. هتقول لي ليه غير رايه؟ اقول لك انطباعي. وجهه نظر عادي يعني بتحصل. لا ممكن وجهه نظر ممكن يكون انطباعي خلاص. تمام. مش انت اللي هتنزل دلوقتي. طب اللعيب نفسه اعترض على النزول؟ لا ما تمام؟ طب هل في لعيبه ثانيه في الاوضه ولا ما حصلش؟ تمام يعني برضو يا كابتن سيد قبل ما كابتن وليد عايز اسالك سؤال عايز برضو اخد رايك في الفاول اللي كان صعب جدا اللي شفناه ضد وليد بس مش فاول انا يعني جريمه ممكن تبقى طبعا لان انت بتلعب لعبه كره القدم مش عشان مكسب وخساره وبس في رساله يعني انت شفت يعني فرحتنا بكاس العالم ووصلنا لكاس العالم ومدى ارتباط الناس بكره القدم هذا ارتباط الناس بكره القدم الموضوع مش موضوع مكسب وخساره وبس ده في حاجات كتير جدا انا بقول يعني في الملعب مش شفتهاش قوي عشان ما اظلمش لا 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 صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا 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 فوق ما تتخيل يعني فيها تعمد وفيها تعمد لا يبقى في مشكله كبيره جدا ده قانون اللعبه غيره الاتحاد الدولي عشان فان باستن لو تتذكره تمام انت مش جاي تبطل واحد كوره ده انت لما تشوفها تتخض اساسا ما ينفعش الناس انت بطل واحد كوره وضيع مستقبله وليد لحق سن مهما كانت النتيجه اكيد مهما كانت النتيجه او مهما كان شعورك الداخلي اكيد يعني هل لو هو متعمد يبقى في قرارات لازم تتخذ معاه لكن لو فيها تعمد لو كابتن بص يا كابتن سيد الضربه فيها تعمد وفيها ايذاء واضح جدا جدا وانا كمان انفعلت قوي قوي في اول ما طلعنا بعد المباراه لان صعبه جدا لما تشوفها تعرف في كرة ممكن تبقى مشتركه بس انا مش قصدي اذيك بس حجم الاشتراك او الكره ما بيني وما بينك حصل فيه اصابه جامده جدا واصابه تفاقمت بشكل كبير قوي بقوه المشاركه اللي بيني وبينك بس انا ما قصدتش حاجه يعني انا في نيتي مش هي. انا بلعب على الكوره بس يعني القدر خلاها في رجليك او في دماغك او في اي حد ما قصدتش تمام لكن لو انا داخل متعمد حتى لو كانت الاصابه بسيطه لكن طالما انا داخل متعمد تمام لازم يبقى فيها اجراء للاسف يا كابتن كان متعمد جدا كمان كابتن سيد برضو هل هناك نيه لتاجيل او طلب تاجيل لقاء الرجاء القادم لا انا يعني ما اتكلمناش في الموضوع ده ان احنا ناجله ولا حاجه لا هو انا مش عارف يعني ممكن كان 16 ميعاده تمام هل هو 16 ولا 17 يعني هو يوم 16 16 يا كابتن فلحد دلوقتي هو يوم 16 لكن هنلعبه 16 او 17 هنلعبه تمام يعني حضرتك اطمنت على وليد سليمان كاصابه الحمد لله عدت ولا لسه بكره تشخص؟ هي اصابه كلها جايه في العظم هنشوف الثوب اللي سليم ولا لا يا رب تكون سليمه ان شاء الله يا رب لا فهنعمل اشعه بكره يعني كابتن سيد ربنا يخليك يا رب وشكرا وكابتن وليد صلاح عايز اسالك سؤال كابتن سيد يعني مبروك النهارده طبعا وعايز اسالك بس الله يكون في عونك عندك شغل كتير قوي الفتره اللي جايه هل مجهزين ومحضر تعامل نفسي مع عدد من اللعيبه اللي عايزه تلعب كاس عالم عايزين يظهروا نفسهم قدام مستر كوبر عندك مؤمن زكريا عندك صالح جمعه عندك احمد الشيخ وليد سليمان عدد كده من اللعيبه اللي حسين سعد عدد من اللعيبه اللي عايزه على طول تبقى موجوده ويبقى فيه تواجد علشان تروح منتخب مصر ده ممكن يعمل يعني شويه شده للكابتن حسام البدري هل محضر تعامل نفسي خلال الفتره القادمه يا كابتن سيد؟ بص يا كابتن وليد اي حته فيها نظام واسس وشويه حاجات كده بتمشي عليها يعني مرتبطه بالمبادئ والاختصاصات والادوار مش هتلاقي صعوبه كده ابدا في التعامل معاها. اي حاجه هتخش على بعض والدنيا هتبقى يعني الدور بتاعي انت بتاديه او الدور بتاعك انا اللي باديه او متدخلات او تدخلات في اختصاصات او مفهوم عام تمام مفيش مشكله خالص تمام مش حتى لو كانت ايه بالعكس بتديني اخد انا من اللي حضرتك بتشير اليه او الضغط ده اخده ايجابي تمام بل بالعكس يعني احنا عندنا مباريات متلاحقه بشكل كبير قوي لو بصيت على الجدول يا كابتن وليد هتلاقي ان الجدول انت عارف كويس قوي انه لازم ينتهي قبل 25/5 او بالظبط او 25 مايو تقريبا فانت عندك عدد مباريات كبير قوي هيتخللها سواء كان المباريات يا رب ان شاء الله المتبقيه في افريقيا باذن الله تعالى وربنا يكرمنا فيها باذن الله وممكن يبقى في بطوله ثانيه وممكن يبقى في طبعا اكيد كاس مصر وسوبر فبالتالي انت بتلعب كل ثلاث ايام او اربع ايام ده في ايام الراحه هتبقى بين المباراه والمباراه 48 ساعه
فبالتالي كل الناس هتشارك، مفيش جدال ومفيش نقاش، كل الناس اكيد هتشارك، اكيد هتشارك، لكن الموقف بيبقى عندك، بيبقى عندك انت، ادائك، انطباعك، انطباع المدير الفني او الجهاز الفني عليك، انطباعك او انطباع الجهاز على على التعامل، التعامل مع الفرقه، اهم حاجه الفرقه، الفرقه فوق كل الناس، الفرقه فوق كل المجموعه اللي باقيه او المجموعه اللي موجوده يعني. فكل ده، كل ده لازم يبقى مفهوم عندك، مش هتلاقي صعوبه في ده، لكن لو كل واحد فكر لوحده بس يا كابتن وليد او الجزء اللي يخصه بس، تمام، مهما كان عندك اسماء كبيره او اسماء كتيره هتبقى مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. انا دايما يعني حتى في اول كلام قلنا للعيبه، يعني انتوا تعبتوا جدا، مجموعه المنتخب تعبتوا جدا عشان توصلوا لحاجه، مصر كلها فرحت وشفتوا المردود ده في الشارع، شفتوه جامد جدا، فلازم تحارب اكتر واكتر عشان تحافظ على المكان اللي انت وصلت له عشان تلعب النهائيات، لان الله اعلم ممكن ناس كتير جدا تلعب التصفيات وما تلعبش النهائيات، والعكس صحيح، ممكن ناس تلعب النهائيات وما تلعبش التصفيات. فكل ده مين اللي بيدي المؤشر؟ انت أكيد. يعني انت، لكن انت محظوظ ان انت موجود في نادي العين عليه كبيره، يعني كجهاز فني للمنتخب بيبص اول حاجه للنادي الاهلي، صح. في الماتش بتاع الكونغو يعني في 7 من النادي الاهلي، 7 موجودين من النادي الاهلي، حتى المجموعه اللي موجوده وصولها من النادي الاهلي زي تريزيجيه او رمضان او او حجازي. او حجازي. فبالتالي بالعكس دي حاجه ممكن تبقى ايجابيه يا كابتن وليد، لكن كل واحد يبص لمصلحه الفرقه يبقى زي الفل، اي حد هيبص لنفسه او شخصه هتبقى مشكله. كلامك منطقي جدا يا كابتن سيد، يعني انا بصراحه لما بتجن على التليفون مش عايز اسيبك، بس انا هسيبك علشان لسه طالع من الماتش، واكيد طبعا الدنيا مشدوده ودايما بتشرفنا وبتنورنا سيد عبد الحفيظ. وفك كده سيد عبد الحفيظ ده لعيب طياره. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. انا بس عايز اربط بقول